18 سنة عدوا من حياتنا إحنا ومن حياة الشخصيات، وبالتالي الإمباكت بتاع 18 سنة دول زي ما هو باين علينا، والناس بتشوفنا اتغيرنا عن من 18 سنة فاتوا، كمان الشخصيات دي اتغيرت مع الحفاظ على الأساس الجوهر بتاع شخصيتها، وهو ده اللي هنشوفه في أولاد حريم كريم. في شخصيات أساسية في الفيلم كلهم طبعا شايفين نفس الأجواء، البهجة، السعادة، لكن زي ما انت قلت في أول كلامك الدنيا اتغيرت، فكلمينا كده الأدوار والكونفليكت اللي في الفيلم والحاجات اللي بيتم مناقشتها مع اختلاف الفيلم. بص أنا مش هقول لك على أي حاجة تحرق الفيلم، بس هكرر جملة اتسألتها كريم، لو هيختار واحدة من الحريم تفتكري يختار مين؟ أو لا سوري، السؤال كان دينا مندور هتختار اللي بيحبها ولا اللي بتحبه، وكريم بالنسبة لها إيه؟ كريم فكرة، فكرة الأمان، فكرة الكراش الأولانية، فكرة إن اللي مش نايله في إيدك بيبقى شكله أحلى دايما، فكرة إنه الدنيا خضرها أحلى الناحية التانية، لكن أهم حاجة إنه المجموعة دي في بينها حب من نوع تاني، حب يتخطى المشاعر دي. متابعين طبعا المخرج علي ادريس هو نفس المخرج الاستاذه زينب، يعني شايفين هم اغلب الناس اللي هم عاملين الفيلم هم اطراف حريم كريم او اولاد حريم كريم. ما كانش ينفع من غير استاذه زينب عزيز، لان هي اللي خلقت الشخصيات دي في المقام الاول، ولا من غير استاذ علي ادريس لان هو اللي قدم الشخصيات دي في المقام الاول.